عشان كذا يا أخواننا العاقل من يفر من الشرك، والله ده العاقل من ينتبه لخطورة الشرك. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شرك ده خطر، خطر. عشان كده عمل حسابك، والداعي العاقل هو الذي ينقذ الناس من الشرك أولا. لذلك أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء أن من مات مشركا لا يجوز أن تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة والشفاعة لا تجوز للمشركين. سبحان الله، ما أجمل عزة العقيدة، ما أجمل التوحيد الذي يفرق بين الوالد والولد. توحيد الفرق. عشان كده في ناس يا أخواننا دايرين دين ما فيه تفرقة، كل الناس سواء، المشرك والموحد والمبتدع والمجرم والعاصي والفاجر، دليلهم كلهم سواء. ربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق أن بدأنا الكلام عن الشفاعة، وذكرنا حديث الشفاعة الطويل الذي تظهر فيه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر شرفه على الأنبياء، فينطلق الناس يلتمسون من يشفع لهم إلى ربهم ليبدأ الحساب، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يأتون محمدًا صلى الله وسلم عليهم أجمعين، فيشفع لهم إلى ربهم ليبدأ الحساب. وقد ذكرنا أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ست شفاعات يشاركه غيره في ثلاث منها، وينفرد هو بأبي وأمي بثلاث شفاعات. أولها الشفاعة الكبرى العظمى التي تقدمت معنا في الخطبة الماضية، وسنذكر اليوم بتوفيق الله تعالى بقية الشفاعات. والشفاعة هي التوسط للغير
لجلب منفعة أو لدفع الضير، وهذه من أعظم أنواع الشفاعات. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لكي يدخلوا الجنة، وهي الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام. لما يعبر المؤمنون الصراط، والصراط هو على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، موضوع على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يمر الناس على الصراط حسب أعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق الخاطف، ومن الناس من يمر كطرفة العين، ومن الناس من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يسرع إسراعا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكردس في جهنم. فالصراط مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، يعني حديدة أشبه بأشواك السعدان أي ملتوية، تكردس الناس في جهنم. نسأل الله تعالى السلامة السلامة. فيمر الناس على الصراط، المؤمن يعبر عبر جهنم فيقف بين الجنة والنار المؤمنون عند قنطرة، فيقضى ما بينهم من القضايا، فيخلص من كل شيء بينهم، ثم يأتون إلى باب الجنة. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني أفواجا. الصديقون مع الصديقين، والشهداء مع الشهداء، والأبرار مع الأبرار، وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين. يأتي الناس زمرا أفواجا، فيقفون عند باب الجنة فيطلبون من يقرع لهم باب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقرع باب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستشفع الناس، قال العلامة ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى: فيستشفعون عند باب الجنة بالأنبياء كما استشفعوا في أول الأمر عند العرصات بالأنبياء، فيأتون آدم ثم نوحا، ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند باب الجنة، وهذه الوقفة هي التي ذكرت في الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال العلماء: الواو هنا تدل على وقفة، لأن الجنة الأصل فيها أنها مغلقة، فإذا جاء أهلها فتحت، والنار
الأصل فيها أنها مفتوحة، فإذا دخل أهلها أغلقت، فعند باب الجنة يقفون، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، يقول الخازن الملك عند باب الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يقرع باب الجنة، فيدخل خلفه المؤمنون زمرا. قال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. هؤلاء أول من يدخل الجنة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس أن الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، ولذلك هذه هي الشفاعة الأولى، فيدخل المؤمنون الجنة وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة أعني هذه الثانية والثالثة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. والمعروف أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات مشركا، والشفاعة للمؤمنين، وما في شفاعة لمشرك أصلا. العلماء قالوا: إلا شفاعة واحدة مستثناة واحدة لعمه أبي طالب، وأبو طالب شفع له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان منه من الدفاع عن الإسلام، والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف معه. روى البخاري عن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ عمك أغنيت عنه شنو؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: إنه في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، وقيل الضحضاح نعلان من نار يلبسهما أبو طالب، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يغلي الدماغ. قال عليه الصلاة والسلام: وهو أهون أهل النار عذابا. نعوذ بالله، أهون أهل النار عذابا. توضع له نعلان من نار تغلي منهما، في رواية: أم دماغه. سبحان الله. هذا أبو طالب. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في النار. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب كان يعرف الإسلام ويصدق بالإسلام، بل ويقر بأن دين الإسلام أفضل دين، وما منعه من الإسلام إلا خوف الملامة. ودي مشكلة يا أخواننا، كثير من الناس يمتنع من الالتزام بشرع الله خوف الملامة. يقول لك الناس يقولوا عنه شنو؟ داير هو يعمل دين. كثير من الناس يا أخواننا دايرين دين برض الناس، داير يعمل الحاجة اللي بيحمدوه بها الناس. عشان كده أبو طالب ما منع من الإسلام إلا خوف الملامة. قال: ولقد علمت
بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خايف من شنو؟ يعيبوه، يقول لو تركت دين آبائك ودين أهلك وتابعت دين محمد، خايف من هذه الكلمة. لذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على دعوة الناس وعلى إيمان الأمة. جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعنده آنذاك اثنان من أصدقائه. ولذلك العلماء قالوا: انظر إلى شؤم صديق السوء. اثنين قاعدين جنبه، واحد منهم أبو جهل الحكم ابن هشام، عمرو بن الحكم ابن هشام أبو جهل فرعون الأمة، والثاني عبد الله ابن أبي أمية. وعبد الله ابن أبي أمية كان الوقت ذاك مشرك، لكن بعد ذاك أسلم واستشهد في غزوة حنين. كانا معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المعاول الاثنين ذيل قالا له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تخلي دين أبواتك، الدين اللي جينا من زمان عند أبواتنا تخليه تباري ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعدت عليه. ثاني كررت له، قال: فأعاد عليه مرة ثانية. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. قال له: ما تستغفر له ولا تدعو له. سبحان الله يا إخواننا، زول بدافع عن الإسلام ويذوب عن الإسلام ويصدق بالإسلام، لكن ما قال لا إله إلا الله. ولذلك العقيدة ما فيها مجاملة يا إخواننا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع في عمه اللي دافع عنه واللي وقف معه واللي ناصره، قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى بالغا حتى مات أبو طالب في السنة العاشرة من النبوة. بعده لاحظ معي، توحيد ما عنده، الله ما يقبل فيه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لما تستغفر لذاته. لاحظ، لما مات أبو طالب وهو والد علي رضي الله عنه، شوف يا أخواننا الدين ده فرق كيف، شوف العقيدة دي في القلب بتميز الناس كيف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه وهو مشرك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود وابن خزيمة عليهما رحمة الله، قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. سبحان الله، ما زي كثير مننا الليلة تاخذ عاطفة الأبوة فيجامل في دين الله. علي بن أبي طالب ما جامله، ما قال له أبوي، ولا قال له ده كان بيدافع عن الإسلام، لا لا لا، ده مشرك. قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فواره، أمشي أدفنه. علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو مشرك، مشرك أدفنه. قال: اذهب فواره،
مش علي بن أبي طالب دفنه براه، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دفنه ولا شارك في دفنه ولا دعا له. لذلك أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء أن من مات مشركا لا يجوز أن تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة والشفاعة لا تجوز للمشركين. سبحان الله، ما أجمل عزة العقيدة، ما أجمل التوحيد الذي يفرق بين الوالد والولد. توحيد الفرق، عشان كده في ناس يا اخواننا دايرين دين ما فيه تفرقة، كل الناس سواء، المشرك والموحد والمبتدع والمجرم والعاصي والفاجر، دليلهم كلهم سواء. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولذلك هذه الشفاعة يا أخواننا واحدة براها خاصة، ما في تاني مشرك بلقى شفاعة، كما قال تعالى في سورة الشعراء: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: الشفاعة الرابعة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين ومن الأنبياء ومن الملائكة، يشفعون في رفعة درجات أقوام في الجنة، دي برضو شفاعة، أن ترفع درجاتهم في الجنة. قال العلماء، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم أبا سلمة وارفع درجته في المهديين. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون في رفعة درجات أقوام في الجنة. الشفاعة الخامسة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، وتشفع الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع الصالحون في ناس استحقوا دخول النار لكن استحقوها بكبائر الذنوب لا بالكفر. أما من استحقها بالكفر فليس له شفيع، ده ما عنده شفيع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ده ما عندهم شفعاء. فأما من استحقها بكبيرة كمن مات زانيا أو مات سارقا أو مات كذابا أو مات فاجرا فاستحق دخول النار، يشفع فيه من يشفع، فيقبل الله تعالى شفاعة من أراد. ممكن ربنا يقبل شفاعتهم من باب الجنة، من باب النار ما يدخلوا، يمرقوا ما يدخلوا النار، ومنهم من يدخل النار. وهؤلاء قد تدركهم الشفاعة السادسة، وهي الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ودخلوها بكبائر الذنوب من الفواحش والآثام، دخلوا النار جوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل ناس من أمتي النار حتى يصيروا حمما، فحم، يبقوا فحم داخل النار. فيأتي المؤمنون فيقولوا: ربنا، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، هم في النار. فيقول
الله جل وعلا الكريم اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يعود فيقول اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلة من إيمان، قال فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي صاروا حمما سوداء، فيخرجون إلى نهر الحياة فيغمرون في النهر فينبتون كما تنبت الحبة النبتة في حميل السيل، ينبت من جديد ويسمون بالجهنميين، دخلوا جهنم ثم خرجوا منها بفضل الله تبارك وتعالى ثم بشفاعة الشافعين، فلا يبقى في النار إلا المشركون. المشرك ده بكون قاعد، ده ما بيمرك. عشان كده يا أخواننا العاقل من يفر من الشرك، والله ده العاقل من ينتبه لخطورة الشرك. قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شرك ده خطر. عشان كده عمل حسابك، والداعي العاقل هو الذي ينقذ الناس من الشرك. أول حاجة اعمل حسابك، أوعى تقع في مظهر من مظاهر الشرك. ليه؟ لأن المشركين ديل بيكونوا قاعدين في جهنم، ديل ما بيمرقوا، ديل ما بيمرقوا كله. ربنا قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. أعمل حسابك. والليلة بقى عندنا الشرك ميسور في البلد دي، ساهل. القنوات بتاعتنا للأسف شغال الشرك، الإذاعات إلا ما رحم الله شغال الشرك عادي. بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين، بناديهم بنادوا في أولياء من دون الله عز وجل. يا أخواننا ده اللي بيخلي ده زول في جهنم خالد فيها ما بيمرق منها إذا وقع في الإشراك بالله عز وجل. أي شيء تاني ممكن تدركك الشفاعة، أي حاجة تانية دون الكفر ودون الشرك. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. تعرف الآية دي؟ ابن عباس قال هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله، يعني آية فيها رجاء كثير، فيها أمل، زول يؤمل في الجنة من هذه الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ليه يا أخوان أنا قلت الكلمة دي بالذات؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ من البنال الشفاعة؟ قال ظننت ألا يسألني هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة لما عرفت من حرصك على العلم. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. لا إله إلا الله نظيفة، ما فيها تعلق ببتاع قبة، ما فيها تعلق بشيخ مصورينه فوق، ما فيها حجبات، ما فيها تمائم، ما فيها حلف بغير الله، ما فيها توكل على غير الله. لا إله إلا الله نظيفة، ده بيسعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم شفع فينا رسولك عليه الصلاة والسلام. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الشفاعات يقول الجبار تبارك وتعالى شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون، ولم يبق إلا رب العالمين. فيقبض الله تبارك وتعالى، يقبض قبضة من النار من رحمته، فيدخلهم الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ويبقى في النار المشركون الكفار خالدين فيها أبد الآبدين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت.
اللهم انقذنا من النار ومن شرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المكرمين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن ينال الجنات العلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.